دكتوره شاطره يعني؟ ان شاء الله دي مهنتي الجايه. ايه سر الحماسه اللي في عينيك؟ انا حبيت المسلسل ده هبل، ويمكن من اكتر البروجكتس اللي اشتغلت فيها كنت نازله مبسوطه وانا رايحه. رايك ايه في العمل مع امير عيد؟ لا طبعا كانت تجربه لذيذه جدا. انا مؤمنه انه العمل ده هينجح بيه. هو كان متحمس لفكره التمثيل، ده مش اول حاجه ليه، ولكن ترسخ عنده فن التمثيل اكيد من خلال المسلسل ده. كانت تجربه كويسه، كانت كواليسنا لذيذه جدا. من الناحيه الثانيه انا واثقه انه ان شاء الله هيبقى في شريحه الجمهور اللي بتحبه هتتفرج عليه. شكلك مش دكتوره نفسيه ولا حاجه. انا جاي اهزر. طب والله انا قلت لهم المفروض ابقى انا المريضه اساسا. انا دكتوره نفسيه، انا اسمي هدى، عندي عياده في المعادي، عندي الكوميونتي اللي بتعامل معاه. انا ما تحسش ان انا دكتوره مع المرضى، انا جزء او فرد من عائلتهم. لغايه ما بقابل بقى التويست اللذيذ هو المثلث اللي بيني وبين امير والقبطان. حاله خاصه جدا، ما ينفعش اقولها عشان تتابعوا المسلسل لانه فيها لفه لذيذه. لكن الست اللي بتسمع، الست اللي عندها نصيحه بتقولها، أوقات بيبقى كلام عميق لكن بتقوله بتبسيط، أوقات بيبقى فيه إسقاطات برميه كده من بعيد لبعيد عشان يكليك معاك. فأنا شايفة ده حالة مع الممثلين بنقدمها، وحالة هيبقى مع المتفرج. لو شخص توكسيك؟ راجل توكسيك نجيب له مراية نعرفه إنه المشكلة عنده مش عند اللي قصاده. وست توكسيك؟ نقتلها برضو. الست هو الفكره في الفرد، انا ما عنديش مشكله. وحشه قوي لما الست تبقى توكسيك. هي قويه، لكن تعالى نتفق على شيء، هو الراجل توكسيك والست توكسيك، هما الاثنين لا يطاقوا. لكن الراجل سلس في التعامل، وهو عامه لو ما عجبوش الحوار هو اللي بيخلع. الست التوكسيك بتستمر لان احنا عندنا كم من الصبر والاراده، فدي لازم بسرعه نحل مشكلتها ونحاول نخليها تفكر في الحياة بطريقة إيجابية أكتر. وإذا كان عندها شك في إيجابية الحياة تحتفظ بيه لنفسها عشان ما تنشرش المرض. مين اللي يقدر يقنع واحدة ست؟ طبعا انتوا ما تقتنعوش بحاجة. نفسها وواحدة زيها، ست زيها. شخص كذاب؟ لو كذاب مرضي هو حد لازم يواجه فكرة خطورة الكذب، وانه مفيش ابيض واخضر واصفر واحمر واسود، هو الكذب كذب، وعدم الكذب ده مبدا. خطوره الكذب ايه؟ وبيبين الشخص ده ايه؟ انت لو تعرف ان انت من كتر ما انت كذاب بقيت قد كده وتتاكد من المعلومه دي هترفض ان انت تبقى في المكان ده. فالمواجهه. شخص بخيل. البخل للاسف ملوش علاج، ودي معروفه، البخل ملوش علاج. البخيل بخيل على كل حاجه، مش بخيل بفلوس، بخيل بمشاعر، بخيل بكل حاجه. ده شخص ملوش علاج، والبعد عنه غنيمه. ست دمها تقيل. لا عادي، نقول لها تتكلم اقل. تتكلم اقل عشان ما تتقفش يعني. طيب امير عيد، لو هتوجه له نصيحه كدكتوره نفسيه خالص، لو كدكتوره نفسيه تقولي له ايه من خلال رؤيه؟ كل يا عيد، كل كل. ما تقعدش تمسنك مش انك بتاكل وانت مش بتاكل، فكل عشان صحتك بالدنيا.